اكو تعقيدات غيرها قلنا مثل ما قلنا، بس لكن ديش استخدامه يكون قليل. اذا المصادر اكو متجدده، هاي المصادر غير متجدده هي تشمل النفط والغاز والفحم، وهذا احنا اللي نسميه الوقود الاحفوري، واللي هي مشكله العالم في موضوع التغير المناخي هو السبب الرئيسي هو استخدام الوقود الاحفوري. تدرون الوقود الاحفوري يستخدم في المركبات، في القطارات، في محطات توليد الطاقه الكهربائيه، في 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 مصادر عديده باعتباره وقود رخيص، بس لكن مسبباته للاسف مسبباته كبيره. فلذلك الدول انطت عهد على نفسها، خصوصا في مؤتمر باريس وغلاسكو، انطت عهد على نفسها انه تكون تحاول تقلل هذا الوقود الاحفوري الى الصفر في عام 2050. عام 2030 تبدي تقلل من هذا الوقود. طبعا اكو فكره همين، الفكره شنو؟ الفكره انه اكو تدرون بعض الدول خصوصا الدول الضخمه، حضراتكم انتم يمكن العراق خامس دوله بالعالم تاذت من ناحيه الموضوع التغير المناخي، وده تشوفون هاي العواصف الترابيه، وده تشوفون قله المياه اللي عندنا، ده تشوفون كثره التصحر، زياده الملوحه الموجوده، هاي كلها تغيرات سببها ممكن ما نكون احنا سبب بيها، ممكن يكون العالم هو بيها له مصدر رئيسي بيها، وهذا فعلا هو موجود. يعني الدول الاوروبيه المتقدمه اللي تحتوي على مصانع عملاقه اللي ممكن تستخدم مصادر الطاقه الغير متجدده او تستخدم الوقود الاحفوري، سواء تستخدم الفحم او تستخدم الغاز الطبيعي او تستخدم النفط، هذني الدول خلوا عليها الزام في هاي المؤتمرات انه هذه الدول عليها اول شيء تقلل، طبعا هاي التزام دولي انه تقلل انبعاثاتها، لازم تقلل انبعاثاتها بالنسبه اللي حددوهم وفق جداول خاصه. لانه يعني انا حسب ما عندي علم انه مؤتمر غلاسكو 14 يوم هو تمدد الى يوم زايد، صار 15 يوم كله مباحثات بين هاي الدول ايش قد يقللون نسب الانبعاثات. فاحنا قلنا شنو التزام الدول هذه اللي وقعت هاي المعاهدات، التزامها ثلاث التزامات عليها. الالتزام الاول انه هي لازم تقلل انبعاثات الغازات اللي صادره من عندها، وهي اكثر شيء التركيز قلت لكم يكون على غاز ثاني اكسيد الكربون، غاز الميثان، والغاز الثالث اللي هو اكسيد النيتروجين. هذين اللي اكثر مسبب رئيسي للاحتباس الحراري، او يسموه بعض الاحيان موضوع الاحترار الحراري، خاف تسمعون احتباس او احترار نفس الشيء، الاحتباس الحراري هو اللي يسبب لنا موضوع التغير المناخي اللي يصير. الالتزام الثاني على هاي الدول انه اكو دول ناميه، هاي الدول الناميه تاثرت بموضوع التغير المناخي مثل العراق. شنو واجبها تجاه هاي الدول الناميه؟ يا اما تنطيها فلوس هبه تسوي مشاريع تقلل من ما من ما من 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 الانبعاثات هذه، مثل احنا شلون هسه حاليا في مشروع تكامل نشتغل فيه ويا البلديات على انبعاثات غاز الميثان من اماكن طمر النفايات، فهم يمولون فلوس حتى اسوي مشاريع. يعني شنو اسوي مشاريع؟ اسوي منظومات لاحتجاز غاز الميثان في اماكن طمر النفايات. ففيش حال سويت اني كدوله ناميه؟ قللت نسب الانبعاثات اللي عندي. الشغله الثالثه تعطيك تكنولوجيا، هم يعطون تدرون هم واصلين من تطور احسن من عندنا، واصلين من تطور، ممكن هذا التطور تعطيك تكنولوجيا تستفاد من عندها انت في تقليل هاي الانبعاثات مثلا، او في عمل مشاريع، او في مثلا زياده تشجير، او مثلا زراعه غطاء نباتي اكثر، تكثفه يعني اكثر، يعني هاي نوعيه مشاريع تكون ممكن تستفاد من عندها انت في موضوع التغير المناخي. شنو مفهوم الطاقة المتجددة؟ يعتبر استخدام الوقود الأحفوري بأنواعه من الغاز الطبيعي والفحم الحجر والبترول في إنتاج هو السبب الرئيسي في تلوث عناصر البيئة. عناصر البيئة تعرفون حضراتكم واللي مهتمين في مجال البيئة يعرفون أكثر، هو أكثر عناصر ثلاثة عندنا بالبيئة هي الماء والهواء والتربة، وهي السبب المباشر في سقوط الأمطار الحامضية. شلون سقوط الأمطار الحامضية؟ تعرفون أنتم أكو مصانع هاي المصانع تحرر الغازات، تطلع من نتيجة للعمليات اللي تدخل ضمن هذه المصانع تحرر لنا غازات. فإذا كانت مثلا غازات مثلا أكسيد الكربون CO CO2 ويا الأمطار الحامض، يعني ويا المطر
ويا المطر العادي من تمطر هاي الغازات الذوب في جزيئات المطر في قطرات المطر وسبب لنا مطر حامضي. فاذا كانت الغازات اكاسيد كربون فيكون المطر حامضي كربوني، اذا كانت هذه الغازات اكاسيد نيتروجين يعني مثلا الاكسيد الان او والان او 2 يعني اول اكسيد نيتروجين ثاني اكسيد نيتروجين، فتكون الامطار الحامضيه اللي تصير من عندها تصير هي امطار نيتروجينيه. واذا كانت الاكاسيد العفو اذا كانت الغازات المنبعثه من هذه المصانع غازات كبريت يعني مثلا الاس او الاس او 2 او الاكسيد الكبريت ثاني اكسيد الكبريت، فتكون الامطار الحامضيه تكون امطار كبريتيه. الامطار الحامضيه تعرفون بها مشاكل على الزراعه ومشاكل على النبات ومشاكل على الحيوان ومشاكل حتى على بيوتنا، حتى البيوت ممكن تخرب يعني تخرب الشكل مالتها، تخرب الصبغ اللي عندك تاثر على النبات تقتل النبات. تعرفون انتم هاي امطار حامضيه، النبات مو كان يجينا مي عادي متعادل بي اتش مالته 7 راح يكون يجي عليه ينزل عليه حامض ويقتل النبات، فتعرفون لها يعني مسببات كبيره. قلنا امطار حامضيه تدمير الغابات وحموضية البحيرات وانقراض كثير من الكائنات التي لم تستطيع أن تقاوم ما أحدثه إحراق هذا الوقود من تغير في أحوال البيئة المحيطة. مفهوم الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة يتضح لنا من ذلك الحاجة إلى مصادر جديدة لإنتاج طاقة نظيفة. تعرفون حضراتكم يعني إحنا اليوم ليش جايين نسمع محاضرة عن الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية هي واحدة من أنواع هاي الطاقات المتجددة باعتبارها طاقة نظيفة ما تسبب لنا تلوث بالبيئة. وإذا زاد إنتاج الطاقة بالشكل الحالي للوقود الأحفوري فإن هذا سيسبب مزيد من التلوث. تدرون أنتم البقاء على استخدام الوقود الأحفوري الحالي راح يزيد من نسب التلوث، يزيد من نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي راح يأثر على المناخ. واحنا يعني تدرون يمكن حضراتكم سمعتوا انه ممكن نوصل الى تغير اكثر من درجه ونص درجه مئويه، وهاي تدرون التغير في درجات الحراره ممكن يسبب لنا فيضانات لكونه راح يذوب الثلوج، وممكن يسبب لنا مشاكل عديده يعني حتى بالنسبه للمياه راح يقلل يعني يزيد من تبخر المياه. وتدرون يعني احنا بس بحاجه الى المي خاصه احنا بالنسبه للعراق باعتبار ان احنا بلد مصب وليس بلد منبع، المنبع احنا منابع تجي من تركيا ومن ايران ومن سوريا، فتدرون احنا لذلك احنا متاثرين تاثر قوي بشوائط الموارد المائيه، وعلينا التحرك لانه الدول اللي مجاوره لنا عندها سدود ممكن تخزن بها هاي المياه، واحنا للاسف من عام 2003 ولحد الان ما بنينا اي سد. ان هذا النوع من المصادر قد تنضب بعض مصادرها في السنوات القليله، القصد من عنده هو الوقود الاحفوري اللي هو النفط ما راح يدوم. النفط ما راح يدوم، بس احنا ممكن نعتمد على 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 مثلا طاقه متجدده اللي هي طاقه شمسيه، طاقه كهرومائيه قلنا لك، طاقه رياح، هذا اللي موجود ان شاء الله باستمرار تعتبر طاقه بديله. الطاقه المتجدده وانواعها. الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية قلنا عليها تتجدد أي لا تنفث، وتنتج هذه الطاقة من الرياح والشمس والمياه، كما يمكن إنتاجها من المياه مثل ما قلنا من الأمواج، قلنا مثل المد والجزر، عفوا مو الجزر، الجزر، أو من طاقة حرارية أرضية اللي هي الطاقة الحرارية قلنا عليها الحيوية. الطاقة الشمسية تعتبر الأشعة الصادرة من الشمس وما تحمله معها من حرارة وضوء مصدر للطاقة الشمسية. هذا فعلا مصدر كبير للطاقه الشمسيه، واستغلها الانسان وسخرها لمصلحته بالاعتماد على وسائل وتقنيات، واعتمد على وسائل وتقنيات تكنولوجيه، استفاد من الشمس في توليد الطاقه الحراريه والكهربائيه. اما الطاقه الكهربائيه شلون الطاقه الحراريه مثلا استفاد من الشمس، احنا تدرون يمكن عندنا العراق يعني انا اتذكر العراق بال 84 احنا سوينا سخانات كهربائيه. سخانات كهربائية بها عبارة عن أنابيب، أنابيب تتعرض لأشعة الشمس وتسخن فممكن أيضا نستفاد من عندها كطاقة حرارية، وممكن نستفاد كطاقة كهربائية مثل ما هذا موضوعنا اللي راح نحكي عليه هسه إن شاء الله بالتفاصيل، كيف نحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام ألواح السيليكون أو الألواح الشمسية.
اما الطاقه الكهربائيه فيتم توليدها باستخدام محركات كهربائيه والواح الخلايا الضوئيه الجهديه والمحولات الفوتو ضوئيه. الطاقه الكهرومائيه ايضا يعتبر مصطلح الكهرومائي يعني كهرباء ومي، مصطلح شامل للكهرباء والمي معا. والطاقه المائيه تستخدم لتوليد الكهرباء باستخدام التوربينات، اكو توربينات قلنا كبيره زعانف كبيره تكون تحت السد موجوده، هم يسوون مجرى للسد للمي حتى يكون المي من ينزل بسقوط قوي، يحرك هاي الزعانف. من تتحرك هاي الزعانف هاي الطاقه هاي الحركه اللي تصير بيها تولد لنا الطاقه الكهربائيه. وتمتاز بانها رخيصه الثمن ما راح تكلفنا شيء هي، وقليله التكاليف وخاليه من التلوث، وتعتبر من احدى مصادر الطاقه الشمسيه غير مباشره. تتواجد قلنا ايضا بالشلالات. الطاقه الثانيه طاقه الرياح، تعتبر طاقه الرياح من المصادر النظيفه المتوفره، واحنا قلنا لكم يعني بدنا العراق ان شاء الله يتجه يحاول هاي الطاقات سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح. تعتبر طاقه الرياح من المصادر النظيفه المتوفره اللي تحول لنا حركه الرياح الى شكل اخر من اشكال الطاقه. سهل الاستخدام. هاي الطاقه هاي الزعانف او هاي الحركه للزعانف، الحركه اللي نسميها العنفات او الزعانف ممكن نسميها العنفات او المروحيات، يتم تحويل حركه الرياح هاي للدور اللي بها العنفات الى تحويل الى دوران، وهاي الدوران اللي تتحول لطاقه كهربائيه بواسطه مولده كهربائيه موجوده بيه. الطاقه المتجدده وانواعها. طاقة حركة الأمواج والمد والجزر، يعتمد هذا النوع من الطاقة المتجددة على ظاهرتين المد والجزر. وقلنا احنا ما نعول عليها لأن هاي أكثر شيء يعولون عليها الدول اللي تكون على حدودها على محيطات، على بحار كبيرة مثلا. واللتان تحدثان تحت تأثير الجاذبية بين القمر والشمس ودورة الكرة الأرضية حول محورها. ممكن نستفاد من هاتين الظاهرتين الاعتماد على التيارات المخزنة في المياه خلال فترة حدوث هاي الظاهرتين. وهاي ايضا ترى نفس الفكره، هم نفس الشيء، هم ممكن نستخدم علفات او زعانف من هاي حركه ضرب المياه، حركه المد والجزر اللي تصير هي هاي تحرك لنا هاي الزعانف، ممكن نستفاد منها بدلا من نستخدم الفحم الحجري او البترول. طاقه حراره بطن الارض ايضا طاقه حراريه مرتفعه، عشان عنها زين. اكو طاقه هنا، شوف طاقه واحده من انواع الطاقه، طاقه فرق درجات الحراره في اعماق المحيطات والبحار. ايضا هي طاقه تعتمد على اختلاف درجه الحراره بين المياه الموجوده على سطح المحيط والمياه الموجوده في العمق. اكو عشان تدرون حضراتكم يعني اكو مياه سطحيه بها درجه حراره معينه، واكو بالعمق درجه حراره معينه. هذا فرق درجات الحراره ممكن ايضا نستفاد من عده ونكون يكون فرق درجات الحراره بين الطبقه العليا والدافئه اللي قلنا والطبقه السفليه البارده بين 20 الى 30 درجه مئويه ممكن نستفاد منها، تتوفر هاي الظروف تكون في المناطق المداريه. طاقه الكتله الحيويه ايضا حكينا عنها، تحويل الوقود الصلب المصنوع. هاي الوقود الصلب المصنوع من المواد العضويه للنباتات، تعرفون النباتات عضويه على مدى سنين على مدى سنوات طويله تندثر تحت الارض، والارض بها اصلا حراره عاليه قلنا توصل الى 6000 درجه مئويه، راح تتحول هاي النفايات او المواد الزراعيه الاوراق اللحاء من النبات والعديد من انواع الوقود الصلب. تتميز طاقه الكتله الحيويه بكفاءتها ونظافتها وتكلفتها الاقتصاديه. العفو، لحد الان اكو واحد عنده سؤال معين على انواع الطاقات المتجدده اللي تطرقنا له. زين، ما هي مميزات وخصائص الطاقه المتجدده؟ اول شيء متوفره في جميع العالم، جميع دول العالم، تدرون المي موجود بدول العالم، الشمس موجوده بدول العالم، الرياح موجوده في كل دول العالم. فهذا اللي موجوده اذا في كل دول العالم وهي لا تنضب ما تخلص موجوده. لذلك هي دائما طاقه متجدده، جدد نفسها بنفسها يوم بعد يوم. ثانيا تعد مصدر محلي ولا يمكن نقله. مصدر محلي ولا يمكن نقله. انا ما انقل طاقه شمسيه اشيلها من مكان واخليها بمكان. مصدر محلي موجود ولا يمكن، ويتناسب مع تنميه احتياجات واقع المدن والمناطق الريفيه. تحافظ على نظافه البيئه والصحه العامه وليس لها مخلفات تسبب التلوث. لذلك احنا صار اتجاهنا عليها. ليش؟ لان ما بيها مخلفات تسبب لنا تلوث. احنا نريد نحافظ على بيئه نظيفه نحافظ عليها نظيف. فلذلك احنا توجهنا لمن؟ للطاقه المتجدده، وعفنا هذا الوقود الاحفوري اللي سبب لنا مشاكل للبيئه.
زين، سواء طبعا الوقود الفوري ممكن يسبب المي، ممكن يسبب ايضا تلوث المي نتيجه مثلا بعض مثلا المشتقات النفطيه ممكن تكون ايضا ترى بالمي، يعني ممكن بالهواء من الـ من الـ من, الـ من الغازات المنبعثه من عندنا من الاحتراق وحتى التربه ايضا. زين. ثالثا تحافظ على نظافه البيئه والصحه العامه وليس لها مخلفات تسبب التلوث. رابعا تدعم اقتصاد الدول من النواحي الصناعيه والزراعيه والاجتماعيه وتساهم في تطور البيئه. نعم. مصادر الطاقه المتجدده متوفره ايضا ولا يمكن القلق بشان نفاذها. ما نخاف عليها، ماكو داعي، انا مو عندي نفط واخاف عليها باكر بعد على مدى 100 سنه راح يخلص عندي، او مدى على 50 سنه راح يخلص من عندي. او انا عندي غاز وهذا الغاز راح يخلص كميته، هذا موجود باستمرار، فخلي استفاد من عنده ما دام موجود، خلي استفاد من عنده. توفر التقنيات المستخدمه في تصنيعها، توفر هاي التقنيات المستخدمه في تصنيعها بالدول الناميه، وهي تقنيات بسيطه، يعني تشوفون التقنيه اللي تحول لنا ضوء الشمس الى طاقه كهربائيه، الياف سيليكونيه تحول لنا منها من 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 من, من طاقه شمسيه الى طاقه كهربائيه، ممكن نستفاد من عندها ايضا. مميزات الطاقة الشمسية. كلفة إنتاج وتوليد الطاقة منخفضة. إنتاج وتوليد الطاقة منخفضة، كلفة. ضمان التخلص من ارتفاع أسعار الكهرباء لأصحاب البيوت. أنا أبو بيت مكان ما أستخدم المولد الخارجي واجي نهاية كل شهر أنطي ال 100 أو ال 120 أو ال 90,000 مثلا، طبعا أستفاد من عندها. طاقة شمسية موجودة، طاقة نظيفة، استفاد من عندها مدة 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات قادمة هاني، أحسن ما أبقى أحتاجها بالمولد. مصدر طاقة متجدد ودائم موجودة، شمس موجودة، خاصة الله سبحانه وتعالى أنعم على العراق بشمس تقريباً على طول السنة، يعني مو مثل بلدان غير بلدان، مثلاً اكو الدول الإسكندنافية تدرون يكون سامعين أنتم عنها، يعني كل شهرين تطلع الشمس مرة، كل 3 تطلع الشمس مرة. فاحنا الله نعم علينا بهاي الشمس، خلينا نستفاد من اتي باعتبارها طاقه نظيفه. زين. تعتبر صديقه للبيئه، فهي غير مسببه للتلوث. الاشعاع متاح جغرافيا بشكل واسع. مميزات الطاقه الشمسيه. تقليل تكلفه الكهرباء المستهلكه، يعني انا لما راح استخدم طاقه شمسيه اكيد الفاتوره مال الكهرباء انا اعتمد فد ساعات معينه من مثلا 5 ساعات 6 ساعات انا راح اعتمد عليها من؟ راح اعتمد على الطاقه الشمسيه. فهذه 5 ساعات والساعة 6 ساعات باليوم على مدى الشهر او الشهرين اللي تجي بالفاتوره راح تكون قللت عندي بالفاتوره. استخدام الالواح الشمسيه الجماعيه يعني مجموعه. احنا شوفوا اني احنا طبعا الطاقه الشمسيه طاقه نظيفه وحلوه، شفتوها انتم ما بيها تلوث وموجوده ومتجدده وما بيها نفاذ ما تنفذ. بس احنا شنو موضوع الطاقه الشمسيه بمشكلة هسه اكثر الناس تعاني منها هي المساحة. تعرفون انتم الالواح الشمسية تاخذ مساحة معينة. هاي الالواح الشمسية يعني كل لوح مثلا ينتج هلقد طاقة كهربائية. فاحنا هاي مشكلة الالواح الشمسية تحتاج مساحات. لذلك بده يتم تغطيتها وين؟ بسطوح البيوت. بس انا حتى اكون وياكم واضح انه اكو تطور سريع جدا. تطور سريع جدا في انتاج مثل هاي الالواح، بيحاولون ايش يسوون؟ يقللون مساحتها ويزيدون كميه الطاقه الكهربائيه تطلع من عندها. فلذلك انا يعني من المشجعين لاستخدام هاي المنظومات الطاقه الشمسيه بالبيت. وقلت لكم يوم عن يوم بيصير تطور سواء بانواع البطاريات المستخدمه بيصير تطور او بيصير تطور بالالواح الموجودة. هي أكثر شيء عندنا مشكلتنا كبيرة أكثر شيء بالبطاريات بشغلات الطاقة الشمسية. البطاريات اعتبارها شوية ثمنها غالي. بس شنو ثمنها غالي؟ أنا ممكن هاي البطاريات بثلاث سنوات تطلع ثمنها وتبقى عندي هاي المنظومة استفاد من عندها على مدى 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات ما عليش. قلة الأجزاء استخدام الألواح الشمسية الجماعية يقلل ويتغلب على مشاكل التثبيت والتركيب الفردي لكل منزل. طبعا تعرفون انتم الالواح الشمسيه من تتشكل؟ من تتشكل لازم بزاويه معينه، يعني ايش خلي شكلها فني، ما يصير احنا نشكلها، خلي شكلها انسان فني يعرف الشمس ايش قد شروقها هنا، ايش قد سطور شروقها، وايش قد زاويه الميل اللي ممكن اخلي بيه اللوح الشمسي مالتي على ضوء ما موجود بسطح بيتي.
قلة الأجزاء المتحركة بالتالي قلة الحاجة للصيانة وبالمقارنة مع الطاقة المتولدة من الرياح، ما تحتاج صيانة مو مثل الرياح، الرياح تحتاج صيانة باستمرار، الطاقة الشمسية ما تحتاج الدعم المادي من الحكومة. فوائد الطاقة المتجددة، أول شيء تحمي صحة الإنسان، تقوم بتخفيض الانبعاث الحراري مما يؤدي إلى تخفيض عواقبه. قلنا لكم الانبعاث الحراري ومشاكله، فهي راح تقلل من الانبعاث الحراري. تخفض الكوارث الطبيعيه الناتجه عنه، الكوارث الطبيعيه اللي تشمل شنو الكوارث الطبيعيه؟ العواصف الترابيه، الحرائق الغابات، جفاف الانهار، اعاصير، فيضانات، اكيد اكيد راح تخفض عن لان كلها جايه نتيجه الوقود الاحفوري ومشاكله ومسببات الغازات المنبعثه من عنده. اي حد استخدام هذه الطاقه من تشكيل تراكم النفايات الصلبه والسائله والغازيه. ماكو بعد نفايات، هاي النفايات اللي قاعد تنتج عندنا اكثرها ناتجه من 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 الوقود الاحفوري، سواء من الفحم، سواء من النفط ومشتقات النفط وغيرها. نعتبرها طاقه نظيفه تقوم بحمايه الكائنات على اختلاف انواعها، سواء حيوانات او نباتات او انسان، وخاصه الكائنات المهدده بالانقراض. تقوم بحمايه المياه والثروه السمكيه. مصادر الطاقة الكهربائية، يساعد في خفض فواتير الكهرباء، قبل شوي يمكن حكينا عن هذا الموضوع. الخلايا الشمسية، طبعا قبل ما ندخل في موضوع الخلايا الشمسية والموضوع احنا موضوع مشروع التكامل، بدينا بحملة توعية على استخدام هاي منظومات الطاقة الشمسية. الحملة صارت عندنا في منطقتين في بغداد، منطقة الأعظمية ومنطقة شارع فلسطين. هذه الحملة استخدمنا بها بروشور خاص وشو في كل واحد في حتى نشجع الناس على استخدام الطاقة الشمسية وحتى نقلل من انبعاثات الغازات. والحمد لله طبعا وزعنا 500 بروشور. البروشور توزعت إلى دور سكنية، توزعت الى مشاتل، تدرون المشاتل بشارع فلسطين هواية، الى مشاتل توزعناها لاصحاب مشاتل، ووزعناها على الناس المواطنين بالشارع، ووزعناها على سواق السيارات. الغرض من كل هاي الحملة حتى نشجع الناس على استخدام الطاقات النظيفة، وحتى نبدي نتخلص من موضوع الوقود الاحفوري ومشاكله. هنا السؤال اللي ممكن يسأل، هل ممكن نتخلص نهائيا من مشاكل الوقود الاحفوري؟ طبعا لا، احنا حاليا الوقود الاحفوري يعتبر وقود رخيص، لذلك دول العالم كلها تفضله، وقود رخيص جدا يعتبر وموجود. احنا ممكن نقلل من هاي الانبعاثات اي، بس ما نتخلص من عندها 100%. انا اعتقد اذا هاي موضوع التخلص من عنده، لان يعني هم بالمؤتمرات والمعاهدات اللي هم حددوا سنه 2050 يسموها السنه الصفريه اللي يتخلصون من هاي الغازات، هم سموها السنه الصفريه. فهل ممكن نتخلص من عتلة؟ لا ممكن، بس احنا شنو بحملتنا هذه نريد نحاول نقلل من هاي الانبعاثات. اذا انا واجبي كمواطن، احنا يعني لازم نتثقف هاي الثقافه، نحاول نقلل من هاي الانبعاثات لما نراه من مشاكل ومساوئ تسبب لنا اياها. وقلت لكم يعني العراق للاسف انه خامس دوله بالعالم، العراق من ناحيه المشاكل اللي يتعرض لها في موضوع التغير المناخي. طبعا على فكره حمله التوعيه اللي سويناها قامت بها منظمتين من منظمات المجتمع المدني، مشكوره ساعدونا هي في هاي الحمله. مكونات منظومه الطاقه الشمسيه المستقله، هاي كل الناس تسال عليها، شنو هاي، من ليش تتكون، وشنو فائده كل جزء من عتل. تتكون منظومه الطاقه الشمسيه المستقله، اذا تشوفون الصوره مالتها، تتكون من الواح شمسيه، هاي الالواح الشمسيه اللي تشرق الشمس وتضرب هاي الالواح. قد تكون طبعا اكو هل كل انواع الطيف الشمسي اللي يعني يسقط على هاي الالواح ممكن يتحول عن طريق هاي الالواح السيليكونيه الى كهرباء؟ لا، كلا، اكو نوع من واحد من نوع من انواع الطيف الشمسي هو اللي يتحول، الباقي يطيله اشعه واضاءه.
زين، تتكون من الواح شمسيه، قلنا الواح تتكون من السيليكون، هذه الالواح ان شاء الله راح نجيب تفاصيل عنها، راح تكون مربوطه يا اما تكون مربوطه هاي الخلايا السيليكونيه على التوازي او مربوطه على التوالي او تكون مربوطه بمختلط توازي وتوالي. الشغله الثانيه هو منظم الشحن. منظم الشحن هذا مهم، شنو فائدته منظم؟ تدرون انتم اذا ماكو منظم راح تبدي الطاقه الشمسيه تسقط عليه من على الالواح الشمسيه، راح تتحول هاي بالالواح الشمسيه لمن تتحول الى طاقه كهربائيه، فهاي الطاقه الكهربائيه اذا ما خلي منظم ينظمها راح تبقى يعني راح تبقى مستمره. انا ليش ما اخلي لها منظم ينظمها؟ انا اريد هلقد احول معناتها فولت، احول المنظم مالتي هلقد من عنده هلقد فولت حتى شنو تفصل تاخذ طاقتها وتفصل، ما تصير زياده. فهذا لذلك يسموه منظم شحن، ينظم الطاقه الكهربائيه اللي جايتني من الالواح المفروض تدخل الدائره مالتي، لا هذا ينظمها قبل ما تدخل. البطاريات، واحنا البطاريات هنا ممكن البطاريات تستخدم، يعني مو مثل نستخدم ممكن بطاريات سيارات، لا البطاريات المستخدمه هنا بطاريات من الليثيوم، والبطاريات انواع والشركات انواع، بس اكثر الانواع البطاريات اللي حاليا يشدوها هي بطاريات الليثيوم، وتكون اقل شيء تبقى 3 سنوات. طبعا احنا البطاريه ممكن نحافظ عليها احنا وممكن ناذيها احنا، شلون؟ يعني اني مثلا المنظومه مالتي مثلا تعطيني 15 امبير لو فرضنا، ما اني الود على المنظومه مالتي اخذ معي اكثر من 15 امبير، من الود عليها راح تبدي شوي شوي عمر البطاريه يقل، بس اني هاي ال 15 امبير لو احاول احافظ على 10 12 امبير ماكو الطاقه، البطاريه المخطط لها المفروض تبقى 3 سنوات اذا لود عالي، راح تبقى لك 6 سنوات 7 سنوات اذا يكون اللود عليها قليل. فلذلك احنا بدينا ممكن نلود على المنظومه، بدينا ممكن يعني نلود على المنظومه ونقلل عمر البطاريه، او بنلود على المنظومه ونزيد عمر البطاريه، اللي هي اكثر الشكاوي تقول هام البطاريات غاليه، هام البطاريات غاليه، وهي فعلا غاليه، بس هي تدرون يعني بطاريات ليثيوم، والليثيوم شويه غالي، والبطاريات الانجليزيه هاي الانواع هاي النوع الجديد هسه موجود بالسوق كلش مفضل، اللي يفضلونه الشركات اللي قاعده تنصب مثل هاي المنظومات. محول التيار الانفرتر، هذا الانفرتر عباره احنا اللي يجينا التيار اللي يجي من الالواح الشمسيه او من المنظم الشاحن هو عباره عن تيار مستمر، واحنا نريد تيار متناوب للبيت، فالمنظم هذا الانفرتر هذا يحول لنا التيار المستمر الى تيار متناوب حتى ممكن ان نستخدمه في بيوتنا. شوفوا هاي المنظومه، يعني هاي شكلها منظومه بسيطه ممكن اي واحد من عندنا يستخدمها ويستفاد من عندها. شوفوا هاي نفس الشيء بقى، هاي شرح ثاني الواح الشمسيه، هنا تضرب على الريجوليتر اللي قاعد عليه اللي سميناه احنا منظم الشحن، والبطاريات هاي الكهرباء هاي اللي تجينا من هنا تروح وين تروح؟ تروح للانفرتر، هذا الانفرتر يحول لي الطاقه التيار المستمر الى تيار متناوب يمكن استخدمه في الالات الكهربائيه الموجوده عندي بالبيت. استخدامات الطاقه الشمسيه، استخدامات الطاقة الشمسية هواية صراحة، يعني هواية يعني تستخدم في مراوح التهوية الخارجية المعتمدة على الشمس، تستخدم في أنظمة التسخين الشمسي لاستخدامها في التدفئة المنزلية اللي هو السخانات الشمسية، التسخين الشمسي لبرك السباحة، أنظمة التسخين الشمسي لمياه المنازل. طبعا ممكن نستخدمها بغير مكانات، نعم ممكن، بس اسمحوا لي شوية خلي أطلع لكم استخدامات حتى تشوفوها بالصور تصير يمكن احلى. تشوفون هاي هنا استخدمنا الالواح الشمسيه في المزارع، هاي الالواح الشمسيه في المزارع هم تعطي ظل للنباتات، وهم يعني ممكن نستفاد من عندها في تحويلها الى طاقه كهربائيه. وطبعا تعرفون انتم بالمزارع ممكن تحول الطاقة الكهربائية، هاي تحويل الطاقة الكهربائية ممكن يفيدنا بيش؟ مثلا عندنا حقل دواجن، حقل دواجن بيه ساحبات وبيه بنكات،
ساحبات مثلا ممكن نشغل الساحبات او الفنكات اثنيناتهم على الطاقه الكهربائيه المتحوله من 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 هاي منظومات الطاقه الشمسيه. مثلا المزارع فيها مضخات مي، بعض ايضا بعض المضخات المي ممكن نشغلها على الطاقه الشمسيه، نخلي لها الواح شمسيه منظومه فوق تشغل المضخات. وللعلم انه اكو وللعلم اكو طبعا المضخات تعرفون انتم على شكل انواع، وهاي الالواح الشمسيه ايضا على شكل انواع، فيعتمد على اللوح ايش قد مخلي الواح شمسيه ممكن يستفاد من عندها بالتشغيل. ها بعد تبقى على الفلاح او ابو البيت. تدرون يعني اكو مناطق نائيه، خصوصا المناطق الزراعيه، اكو مناطق نائيه صعب وصول الكهرباء الوطنيه لها. فاحنا الحمد لله لا تقولوا ما عندنا ثقافه، لا والله عندنا ثقافه، وانا جتني صور من جماعه الزراعه، عندنا المستشارين الزراعه، اكو ناس فلاحين موجودين خلوا منظومه الواح شمسيه تشغل لهم مضخات الزراعه، واخذوا لها صور دزوا لي اياها جابوا لي اياها. فهذا شيء هذا شيء مفرح، يفرحنا انه بدا الاعتماد، لانه هو شنو؟ قال لك هذه طاقه شمسيه موجوده، وهي منطقه نائيه وبعيده ماكو كهرباء وطنيه لي حتى اشغل مضخه مالتي، فاستخدم الطاقه الشمسيه حتى استفاد منها. عندنا طبعا شوف هاي نفس الفكره، هاي نفس الفكره، شوفوا هنا اللي شوفوا تلاحظون الفوق هذا اللي الالواح الشمسيه، هاي الالواح الشمسيه تسوي لنا ظلال، هم النبات استفاد من عتها وهم استفاد من عتها، اني كطاقه شمسيه استفاد من عتها بالحقل. زين، ممكن الطاقه الشمسيه استفاد من عتها في تشغيل الحاسوب مالي ايضا. تلاحظون بعض الاخصص بعض الاجانب اقعدهم هاي الجنطه دائما اللي يخلوها على الظهر، هاي الظهر يخلون بها لوح شمسي، هذا اللوح الشمسي استفاد من عنده توليد الطاقه الكهربائيه يشغل بها الكمبيوتر ماله او يشحن الكمبيوتر ماله. عندنا هذا السخان الشمسي، شوف هذا السخان الشمسي، هذا السخان الشمسي ايضا الواح شمسيه ممكن نستفاد من عنده. واكو نوع من الانواع قلت لكم اقول نوع من انواع السخانات اللي انتجها العراق بال 84 سخانات شمسيه، ذيك لا ذيك بها انابيب، انابيب على شكل زقزاق ماكو، هاي الانابيب يضربها الشمس وتحول هاي الشمس الى حراره ونستفاد من عندها. عندنا هاي حقيبه الظهر اللي لكم عليها، هاي شوف حقيبه الظهر لا تلاحظون ان شوفوا شلون حقيبه الظهر، لا تلاحظون هاي اللوح الشمسي، هذا اللوح الشمسي يقدر يستفاد من عنده في تشغيل الحاسبه مالته، يقدر يستفاد من عنده في شحن الموبايل ماله، ممكن يستفاد من عنده باي شيء، ممكن يستفاد من عنده خاصه السائح الانسان اللي يتحرك دائما ما عنده مكان ثابت. يعني الساحبات، هاي الساحبات او هاي ايضا الساحبات هاي قلنا ممكن يشغلها، وقلنا ضرب المثل في حقول الدواجن، ممكن هاي الساحبات نشغلها ونستفاد من عندها. يعني ما تستهلك كهرباء هواي، يعني تيار عالي. هاي هنا عندنا شحن الموبايل، هاي الموبايلات شوف شلون، شوف ذن الالواح الشمسيه شلون مسويها على شكل دفتري يشحن الموبايل مالته بواسطه هاي الالواح الشمسيه. شو كنت ما يعجبني، عندنا هاي اضاءه، هاي مو بنكه، هاي تشبه البنكه اي بس هي عباره عن اضاءه ممكن نباعها نستفاد من الالواح الطاقه الشمسيه ذني، واضاءه تكون من الاسفل اللي نستفاد من عندها بالاضاءه. هنا نستخدم عنها ايضا بالطهي، هاي اللي قلت لكم عليها، هاي ذني هاي مثل هاي الانابيب اللي قلنا نستخدمها بالهذا، هاي الانابيب هي اللي ممكن نستخدمها احنا بالسخان الكهرباء اللي قلت لكم عليه. وهنا ايضا نفس الشيء نفس الفكره مستخدميها في تدفئه المأكولات. عندنا هذا مكيف ايضا يعمل بهذا المكيف، تلاحظون يعمل بين بالطاقه الشمسيه، معتمد على هاي الالواح الشمسيه، التيار يجوز ما يستخدم تيار عالي، قد يكون مثلا ابو طين او نص طين، ويعتمد على نوعيه الالواح الموجوده او المنظومه اللي بنصوها. هاي شويه بتراويكم ذني بعض يعني حتى تشوفوها بالعين المجرده احسن. استخدامات ايضا طاقه، هاي ايضا استخدامات مضخات المياه المنزليه، شحن البطاريات،
تغذية المنزل بالكهرباء، الطبخ واستخدام الطباخ الشمسي، والإضاءة الخارجية. الألواح الشمسية راح نبدي هسه ندخل بتفاصيل. وهاي نوع من الخلايا مثل 16% مما يعني مثل من 11 الى 16% هذا النوع من الخلايا كفاءته. لذلك بهم ناس ما يفضلوا، احنا اكثر شيء يفضلون هو المتعدد البلوره بالاستخدامات يعني بالتنصيب. يعني امتصاص الخلايا من الاشعاع القادم من الشمس تبلغ قوته 1000 واط لكل متر مربع في يوم مشمس بالقرب من خط الاستواء، اي ان الواحد متر مربع، هاي شرح ليش على 16% يمتص الاشعاع الشمسي بهذه الكفاءه، ما يزيد اكثر من الكفاءه. عديد التبلور هذا يعني هم اكثر بعض الاحيان يفضلونه، واكو بعض الاحيان لا يستخدمون هاي الخلايا المورفيه، اكو بهم عباره عن خلايا يسموها خلايا في الميه يمين. بس خلينا نشوف هذا عديد التبلور عباره عن رقائق ايضا من السيليكون، بتلاحظونه كلها سيليكون. كشطت من بلورات السيليكون اسطوانيه تعالج كيميائيا في افران لزياده خواصها الكهربائيه. تغطي اسطح الخلايا بمضاد الانعكاس لكي تمتص الخلايا اشعه الشمس بكفاءه عاليه. كفاءه هذا النوع من 9 الى 13%. الخلايا المورفيه او خلايا الفيلم الرفيع فيها ماده سيليكون تترسب على هيئه طبقات رفيعه على اسطح من الزجاج او البلاستيك. لذلك فان تصنيع هذه الخلايا يتم بتقنيه سهله ولكن كفاءتها اقل من 6% واسعارها ايضا قليله وهي مناسبه لتطبيقات ال 40 واط فما دون. هاي حكينا عنهن احنا تقريبا حكينا على وحده من كل الوحدات يعني هاي البطاريات. هذه المحاول الانفرتر قلنا وشنو الفائده من عنده. طبعا احنا حتى نكون يعني تكون وياكم واضحين، وانتم اغلبكم يعني حسب ما اعرف من حضراتكم مهندسي الكهرباء، تقول قد ينسال سؤال، هل يوجد مساوئ وليس محاسن، هل يوجد مساوئ لمنظومات الطاقه الشمسيه؟ طبعا هي مو مساوئ بمعنى المساوئ، بس انا اقول لكم بها شغلتين، هي حاليا بها شغلتين. اول شيء تحتاج مساحات واسعه للالواح الشمسيه، وقلت لكم هاي هسه حاليا ان شاء الله هاي الالواح في تطور سريع جدا، يعني سريع جدا ليسوون الواح انواع من الالواح تاخذ مساحات صغيره وتنتج تيار عالي. الشغله الثانيه الكلفه الحاليه مالتها الكلفه تعتبر عاليه للفرد. لذلك احنا كان عندنا نشاط تدرون ويا وزاره الكهرباء، واحنا وحاولنا وطبعا البنك المركزي ويا وزاره باتفاق مع وزاره البيئه، البنك المركزي قام يمنح قروض حتى تكونون هم على بينه من الموضوع، اكو قرض 6 ملايين وقرض من ملايين، يعتمد على منظومه اللي تداوم تنصفها البيتيه. هاي بيتيه وليست لا حقليه ولا صناعيه، البيتيه. اكو بنك المركزي العراقي طرح مبادره ياخذ بها نسبه فائده 1% فقط حتى يشجع الناس على استخدام منظومات الطاقه الشمسيه، بس انه المشكله انه ما ينطوها لاصحاب للفرد اللي يريد ينصب، وانما ينطوها للفرد اللي راح يتصل بشركه تنصب له، الشركه هي راح ينطوها البنك المركزي المبلغ. يعني انت لك الصافي بس تطول من عندك شهريا، بس نسبه فائده كلش قليله هي 1% قلنا عليها. فهي بها مساوئ، نعم المساحه، وشنو الشغله الثانيه بها ككلفه حاليا يعني يعتبروها بعض الناس تدرون انها على اكثرنا طاقه متوسطه. يعني يقول لك ها مخاف هوايه علي 40 ورقه مثلا انصبها. فهي هاي مشكلتنا احنا هسه حاليا، شويه الكلفه عاليه وتحتاج مساحه. وتدرون انتم بيوتنا اكثرها البيت الواحد صار يمكن 3 بيوت واربع بيوت وقلت المساحات. فهاي هن ذني شغلتين بس بيها والباقيه كلها محاسن. يعني بالعكس احنا 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 نشجع عليها. طاقه نظيفه ومرتبه وشمس موجوده، خلينا نستفاد من عندها في انتاج طاقه كهربائيه. بايام الغيوم والامطار تخزن، ما عندنا مشكله تخزن البطاريات. المدى العمري للمنظومه شوف قلت لكم تعتمد عليكم، يعتمد على اللود اللي تلود عليها. اذا ما تلود عليها تبقى عمرها طويل، واذا تلود عليها لا يقصر عمرها. شكرا لكم. انا هسه عندي شغله، وهاي حضراتكم اكثركم اللي تبرعت قائمه الحضور اكثركم من الكهرباء. انا اريد الممارسات اللي حضراتكم انتم من محافظات يعني متعدده يعني حسب علمي دابا وعسى. اريد حضراتكم
اريد من حضراتكم اي الممارسات اللي صارت بمحافظاتكم اللي ممكن طبقت هاي الممارسات، مثلا طبقت في دائره بلديه، طبقت في دوار محافظه، شنو الممارسات اللي ممكن نستفاد منها احنا باقي المحافظات، بما ان احنا من المحافظات يعني مجتمعه، خلينا نستفاد من تجارب المحافظه هاي في محافظات اخرى حتى ممكن نطبق هذا المثال في محافظاتنا. ممكن اسمع من عندكم؟ دا اسمعك استاذ علي. نعم. دا اسمعك فاضل مهندس محمود عيسى. محمود مهندس محمود عيسى من كهرباء مركز الانبار محافظه الانبار. اهلا وسهلا استاذ محمود. يا مرحبا كهرباء الرمادي. وبك اكثر حبيبي شرفنا. يعني استاذ احنا اجانا يعني تعميم كل اعتقد يعني هو احنا وصلنا نسخه من الكتاب والجميع دوائر الدوله بانه كل دائره دوله تعتمد على منظومه الطاقه الشمسيه، يعني فصلوها اصلا عن الخدمه الوطنيه الكهرباء الوطنيه. نعم. اي يعني كل دائره وايش قد احتياجاتها من الطاقه الكهربائيه على ضوء تصير خلايا شمسيه تتنصب على سطح البنايه. كل دوائر الدوله تنفصل عن الكهرباء الوطنيه. زين استاذ الى ذاك اليوم ما العفو استاذ. العفو استاذ مشروع. نعم عفو تفضل استاذ عفو. ايه مشروع من محافظه من المحافظه مال الانبار بانه نصبون خلايا شمسيه يربطوها على الكهرباء الوطنيه، بس السعه مالتها تعرف احنا من اكثر من 25 ميجا واط لازم تربط ويا الكهرباء الوطنيه، يعني تصير على على المركزيه وراء هي تتوزع، بس صار اقتراح بانه يصير 25 ميجا ظل يعني حصرا تجهيز المحافظه حصرا. المحافظه هيك مشروع ماشيين به محافظه الانبار. محافظه الانبار ماشيين في مشروع. بارك الله فيكم. زين استاذ اكو بعض الدوائر مثلا ممكن حسب علمك ممكن راح تنصب مثل هاي المنظومات او اقتنعت بتنصيبها؟ اعتقد اكو دائره او دائرتين قضاء الرمادي نصبت منظومه شمسيه، اما دائره البلديه والمي او المي والزراعه مش دائرتين يعني عملت بهذا المشروع. ودراسه صارت بكهرباء مركز الانبار حتى يصير هذا المشروع مع الخلايا الشمسيه. زين استاذي وصل لكم خبر انه اكو نجحت عندهم فعلا الطريقه ايدوكم عليها لو لا؟ والله صراحة لا ما عندي هيك معلومة هي نجحت او لا، بس هي اكثر الاكثر هسه البيوت قاعد تنصب المنظومة يعني منظومة الطاقة الشمسية، يعني اكو ناس تعاني من التنظيف وناس تعاني من يعني السعر انت مثل ما حضرتك قلت، بس على العموم هي لحد الان ما ظهرت المشاكل، يعني هي فد شيء جديد فما بعد المشاكل ما ظهرت. صحيح صحيح صحيح. ممنون استاذ محمود شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ممنون. صفر صفر لك حبيبي. الله يحفظك استاذ حبيبي. استاذ اهلا وسهلا حبيبي. عفوا اساتذه الباقيين اكو احد صارت تجربه محافظته ممكن نستفاد منها في باقي المحافظات ممكن نعممها؟ نعم استاذ. نعم العفو استاذ من حضرتك؟ مهندس محمد من توزيع كهرباء مركز نينوى. كهرباء مركز نينوى. اهلا وسهلا استاذ محمد. يا مرحبا استاذ. على راس الاستاذ العزيز وعلى المحاضره القيمه وارحب بالسؤال ايضا. بالنسبه لمنظومه الطاقه الشمسيه حاليا احنا كتجربه في دائره نعم عندنا مجمع مخازن الكهرباء تم نصب منظومه اون جريد. اون جريد نعم مو اوف جريد. لا 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 اون جريد هذا اعتماد نهاري ممكن انه تساعد منظومه الطاقه الشمسيه الوطنيه. بعد الشبكة الوطنية تعرف أنه الأون جريد ما تحتاج إلى بطاريات ولازم يكون مصدر كهرباء مستمر بهاي الحالة، فالطاقة المتولدة من خلال الخلايا الشمسية في حالة النهار، لأن تعرف الدوائر عندنا مجمع المخازن يعني مرات تصير حالات الشت داون هاي الأمور، فالطاقة الشمسية الطاقة المتولدة من خلال هذه الألواح تساهم في تشغيل قسم من الأجهزة، وحالة إذا في حالة كون أنه عندنا الكهرباء مستمرة هذه الطاقة المتولدة تذهب إلى الشبكة الكهربائية. نعم يعني تساعد فيها. بالنسبة لهذه التجربة احنا عفوا
تجربة يعني مشينا بها، وعندنا مشاريع أيضا بتنسيق مع دوائر المحافظة بنصب منظومات الطاقة الشمسية. طبعا الخيار يكون إلى الدوائر طبعا بتنسيق مع دائرة الكهرباء، الدوائر اللي تحب أنه تنصب منظومات طاقة شمسية ممكن أنه تنصب منظومات أون جريد أو أوف جريد حسب ما هم يحتاجون، لأن تعرف الساعات والدوائر بها منظومات كاميرات مراقبة إلكترونية وبها سيرفرات، فهذه الأمور أثناء الليل ممكن يصير حالة شت داون بالكهرباء، فلابد أنه نحتاج إلى هايبرد انفرتر بحيث أنه ممكن أنه أجزاء من الأجهزة أو الغرف تكون أوف جريد، وقسم من باقي يعني بالدائرة ممكن ممكن تعمل على نظام أون جريد. استاذ بس بدون زحمه عليك خلي اوضح للجماعه يعني شنو معنى الاون جريد وشنو الاوف جريد، خصوصا احنا ما حكيناها بالمحاضره لان اخواني اساتذتي الاعزاء احنا عندنا نوعين من هاي المنظومات، اكو موضوع يسموه اون جريد ونوع نسميه اوف جريد. الاون جريد هو المنظومه اللي تكون يعني تشتغل شغل منظومه زائد شغل وطني، يعني شغل وطنيه ومنظومه شمسيه تم نصبها، يعني شغل شلون مختلط نقول عليه، مختلط بها وطنيه وبها منظومه شمسيه. الاوف جريد لا، الاوف جريد قاطع نهائيا عن الكهرباء الوطنيه، تستخدم المنظومه الشمسيه، هي تستخدم المنظومه الكهربائيه وتطفي المنظومه الشمسيه مالتها كلها تشتغل على الوطنيه. هاي يسموها الاوف جريد، يعني بس الاون لا تكون مختلطه بين منظومه الطاقه الشمسيه اللي عندك بالبيت وبين الكهرباء الوطنيه الموجوده. الاستاذ محمد هسه اطرق الموضوع، احنا حاليا هسه في وزاره الكهرباء، احنا تدرون يعني علاقاتنا بوزاره الكهرباء ويا مدير الطاقه المتجدده في وزاره الكهرباء استاذ سعد عبد الواحد اذا حضراتكم تعرفونه. احنا هسه حاليا المباحثات كلها دا تتم، احنا اذا ننصب اون جريد هل ممكن منظومه الطاقه الشمسيه الحاليه ممكن تزود الكهرباء الوطنيه بهذا، وشنو نوعيه الاجهزه اللي ممكن نستخدمها اللي ممكن اذا بقى فائض من الطاقه الشمسيه عندي المنظومه ممكن احولها للطاقه الوطنيه؟ هذه هسه الدراسه اللي حاليا قاعده تتم في وزاره الكهرباء، بس توضيح لحضراتكم حتى تكونون على بينه من الموضوع، واشكركم. العفو، شكرا استاذ محمد، عندك شيء بعد استاذ محمد؟ انا بس حبيت اتطرق على موضوع، يعني حبيت انه كان ممكن تتطرق في بدايه الورشه. بالنسبه للطاقه الشمسيه العائمه، يعني هذا موضوع جدا مهم، يعني وخصوصا احنا عندنا بالعراق، يعني مثل ما تعرفون انه عندنا سدود، يعني ابسط مثال عندنا سد الموصل. سد الموصل يعني طول السد ما يقارب الى 3.2 او الى 3 كيلومتر، زين، يعني هذه ممكن انه انصب خلايا شمسيه او نسميها الطاقه الشمسيه العائمه. هذه بها عده مميزات وفوائد. اولا يعني مثل ما تعرفون احنا حاليا هسه كميه الاطلاقات المائيه من الجانب التركي يعني يوميا تهديد انه ماكو اطلاقات او نسبه الاطلاقات قليله، زين. في هذه الحاله يعني كميه المياه الموجوده في السد ممكن خلال هذا الشمس الحار، انه تعرفون يعني الاشعه الشمسيه وحراره الشمس بالتالي اشنو يعني تؤدي الى جفاف المياه. نعم جفاف المياه، وبالتالي يعني مثلا احنا عندنا سد الموصل يعني هو سد اروائي وكذلك سد انتاج الطاقه الكهربائيه، فمن يكون المياه قليله زين نتيجه الحراره، زين الحراره ونتيجه قله الاطلاقات من الجانب التركي، فممكن التوليد راح يقل عندي وكذلك المشاريع الانروائيه راح تقل، فهذه اثارات سلبيه. فانا زين هاي الشغله انه اذا استغل هذه السدود الكميات المياه الموجوده انه انصب خلايا شمسيه عائمه، اولا راح تحجب اشعه الشمس عن المياه وبالتالي راح تساعد الى بروده الماء وعدم الجفاف، عدم التبخر. صحيح. الشغله الثانيه منظومات الطاقه الشمسيه العائمه ما تتأثر، يعني إذا كان على الأنهار والسدود ما تتأثر بالغبار وهاي الأمور، ومنظومة نصبها جدا سهل جدا سهل، وأيضا تساهم في توليد
الطاقة الكهربائية، يعني سعاكو يعني مدن، يعني اللي أعرفه مدن مثل المغرب العربي عندهم مشروع وحاليا عم ينتج ما يقارب، يعني عذرا يعني ما يحضرني هذه، بس ما أعرف يعني كذا ميجا واط. زين، فاحنا ليش ما نستغل هذه السدود انه ننصب الواح شمسيه عائمه؟ زين، نعم اولا يعني نحافظ على المياه، نحافظ على بروده المياه من التبخر، وكذلك اساهم ايضا توليد الطاقه الكهربائيه مع الطاقه الكهربائيه. شكرا استاذ محمد، عاشت ايدك استاذ. انا صح معايا كان بدي اتطرق لها. احنا اكو مرات مثل يقول عندنا، يقول نضرب عصفورين بحجر. نعم احنا عندنا مثلا يعني احنا بعض البحيرات او بعض السواقي، حتى نقلل من تبخر هذا المي. تدرون شمسنا احنا قويه، يعني اليوم الشمس واصله يعني درجه 50 الى 52. احنا عندنا بغداد انا قصيتها بسيارتي دبوا عليها 50 اليوم، هذا سبب تبخر للمي. احنا التبخر المي صار عندنا ثمين، خصوصا انه بعد ما قمنا يعني نستجدي من تركيا ومن ايران ومن سوريا حتى يفتحون، باعتبارهم هم يعني هم دول منبع. فاكو بكينيا، انا حسب علمي بكينيا وبالهند المكانات اللي تكون بها سواقي قاموا يغطوها، قامت تغطى هاي المكانات بايش؟ بالواح شمسيه. فهم همين مقللين نسبه التبخر للمي باعتبارها ظل للمي، مقللين نسبه التبخر وبنفس الوقت مستفادين انت في انتاج طاقه كهربائيه. فشلون ضربنا عصفورين بحجر؟ يعني احنا هم انطينا ظل للمي وحافظنا على المي مالتنا وقللنا التبخر ماله، وهم ولدنا طاقه كهربائيه من عنده. انا حسب علمي استاذي العزيز استاذ ابتسام محمد موجوده اعتقد بكينيا والهند انا ادري بيها، بس دول المغرب العربي ما اعرف يعني انا استسمعتها من يعني حاليا دوله المغرب العربي لا 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 بدوا مشروع وحاليا عم ينتجون، والله ما اتذكر كم ميجا واط بالساعه، ميجا واط ساعه يعني بالمناسبه. مشهورين بهاي الشغلات تونس ادري بيهم اني، يعني اكثر الناس اللي حبوا الطاقه الشمسيه من بدايتها هم تونس. نعم اي والله ممنون استاذ محمد، انا اشكرك شكرا جزيلا والله، الله يبارك فيك ومعلومه حلوه حتى ممكن احنا نلقيها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. امين على راسي استاذ، على راسي. سلم راسك يحفظك الله ان شاء الله، شكرا استاذ محمد. العفو، بعد اكو احد من الاساتذه ممكن يعطينا تجربتهم بالمحافظه؟ ماكو احد بالمحافظات الباقيه استخدم موضوع الطاقه الشمسيه على ضوء الكتاب اللي قال عليه استاذ محمود، استاذ محمود عيسى؟ هذا الكتاب من اجل مباحثات. اذا تسمح لي استاذ عماد، شكرا لك والاستاذ محمود والاستاذ محمد. شكرا استاذ. اكو مبادره الان يعني اطلقتها البنك المركزي بالعراق حول الطاقه المتجدده، الطاقه الشمسيه، فنطت قروض عن طريق البنك والمصارف. القروض هي تكون ميسرة وذات حتى كلفة بسيطة جدا للفوائد على المستوى الشخصي للمواطن وعلى المستوى المؤسسات. هل استفادت الدوائر الحكومية الحكومات المحلية يعني بالست محافظات الآن بدنا نتحدث معاهم حول هاي التجربة؟ شكرا. شكرا استاذ مهدي. عفوا استاذ، ما اعتقد يعني دوائر الدوله معي عن تحكي على محافظه الانبار، ما اعتقد استفادت من مبادره البنك المركزي حتى الدول السكنيه، لان تعرف مبادره البنك المركزي يعني ما دام في نسبه فائده 1% فهي تكون نقد دخلتها من باب حلال وحرام. يعني ما اعتقد يعني صراحه يعني هم اول مره اسمع بهاي المعلومه مال مبادره البنك المركزي، بس كدوائر لا، يعني من التمويل الذاتي بانه تجهز منظومه الطاقه الشمسيه. يعني احنا كمحافظه انبار ما اعتقد احد استفاد من مبادره البنك المركزي، يعني كمستوى دوائر دوله او مستوى منازل سكنيه. هاي شغله. العفو، بس تعقيبا على كلام استاذ محمد، الاون جريد ما تحتاج بطاريات بالعمل. وشكرا جزيلا، اسف على طال استاذ. عفوا ممكن اجاوب استاذ؟ تفضل استاذ تفضل. عفوا بالنسبه للمبادره، اول شيء بس ناخذ يعني لمحه عن المبادره. مبادره البنك المركزي يعني حبذا ان تكون يعني تكون مساهمه ومعاونه للمواطن. يعني احنا الشيء اللي نفتقده صراحه خلال هاي الفترات هو تثقيف المواطن على استخدام الطاقه الشمسيه. زين، يعني المواطن هسه من يجي ياخذ العروض، اوكي المنظومه مكلفه نعم،
يعني حسب ما هذا، بس هو يعني هو مستقبلا ما يشعر، يعني انه هو ما يعرف انه شهريا يدفع كذا مبلغ للمولدات الاهليه. زين، هو من يستخدم كطاقه الشمسيه وحسب مبادره البنك المركزي ونقطه الاخ، انه اكثر المواطنين انه يتخوفون من شغله الفائده وما شابه ذلك، يعني من هالشغلات هذه. بس كدوائر احنا مثلا كدائرتنا احنا يعني ما عندنا شيء انه نستفاد من البنك المركزي، بقدر ما انه احنا دائما عندنا توعيه في كافه المجالات، في مرات ننشر توعيه عن طريق السوشيال ميديا زين للمواطن، وحتى الموظف، يعني الموظف هو عباره عن مواطن، انا مواطن زين، انا من الناس اللي احب انه الغي نظام المولدات الاهليه زين، واستخدم الطاقه الشمسيه، يعني تعرفون المولدات الاهليه سلبياتها من تشويه منظر المدينه من الوايرات وما شابه، والاحداث المؤسفه اللي تصير اثناء فصل الشتاء من الصعقات الكهربائيه. فالمواطن يجب ان يتثقف، اول شيء انه يثقف المواطن. انا صراحه هذه مساله الفائده يعني كان حبذا انه ما تتطرق الى المواطن، ان المواطن ليش دائما المواطن انه يتخوف من مساله الفائده، يعتبرها ربا وهاي الامور. لكن احنا هسه كدائرتنا انه نسعى من الشركات اللي تعمل في مجال الطاقه الشمسيه انه مثلا تقدم عروض للموظفين حصرا، لان كل موظف يعني هو عباره عن مواطن، فيعني هي بالاخير راح تتولد. يعني انا اذا انصب طاقه شمسيه وخلال فتره من سنه من زمان انه انا عندي منظومه طاقه شمسيه في البيت زين، ممكن زميلي في الدائره من اشرح له انه انا نهائيا قطعت علاقتي من المولده ومشاكلها وكيبل انقطع او الجوزه عطلت وفصلت، فراح تصير مساله مثل نقول غيره، يعني ناس تغار من ناس زين. فهذه مساله تثقيف مهمه وضروريه جدا، وحتى من الناحيه الاقتصاديه مجديه، يعني هو المواطن ما يعرف انه يدفع بالشهر كمعدل 100,000 للمولدات الاهليه زين. انت تعال انت خلال مثلا النظائر اللي راح تستخدم في البيوت مثلا ممكن ينطيق ضمان 5 سنين او 3 سنين زين، انت خلال 3 سنين تعال احسب ايش قد عاد تدفع للمولدات الاهليه خلال 3 سنين او 4 سنين، انه ممكن هاي المنظومه راح تصير عندك تنطيق طاقه نظيفه وتستغني عن المولدات وما عندك اي نفقات شهريه بالنسبه لهالمنظومه، مجرد بس انه من تصير شغلات الاتربه والهذه، مجرد بس رشه بالمي، هاي مجرد بس صيانه لا اكثر ولا اقل. وكذلك اثناء الذروه اوقات اللود العالي انه لازم انه انا احدد الحمل اللي اسحب من الطاقة الشمسية حتى أحافظ على النظائر، لأن هسه أكو مواطنين كثار ما عندهم ثقافة بالطاقة الشمسية، من يقول أنا أريد لي منظومة أبو العشرة أمبيرات، هو أوكي أبو العشرة أمبيرات، أنت المنظومة الطاقة الشمسية عبارة عن خزان ماء، ممكن هذا الخزان الماء ممكن ينفذ عندك الماء خلال ساعة أو ممكن ينفذ عندك خلال 24 ساعة، فنفس الحال الطاقة الشمسية هو هذا المفهوم الطاقة الشمسية. عبارة عن خزان عندك من الطاقة ممكن تستغل هذا الخزان لأوقات طويلة حسب احتياجك أو الحمل اللي أنه أنت تستخدمه بالبيت. بالنسبة الأونجريد يعني هو الأونجريد أنه منظومة ما تحتاج إلى بطاريات، ولكن لازم يتواجد طاقة كهربائية سواء كان وطني أو مولد، يعني ممكن انه مثلا احد الدوائر يستخدمون طاقه كهربائيه زين، يعني عندهم يعني داخلين على مبرمج ويستخدمون اوقات الدوام لي ساعه 2:30 مثلا، ممكن يستفادون من منظومه الاون جريد، لان الطاقه اللي راح تتولد من الاون جريد كلها راح تطلع الى الشبكه الكهربائيه، وخلال فتره العمل مالهم راح هم يستفادون من الشبكة الوطنية. وبعد الدوام لأوقات المغرب مثلا لغروب الشمس، كل هاي الطاقة وين راح تروح؟ راح ترجع إلى الشبكة الكهربائية. ممكن أيضا تقلل من فواتيرهم، ليش؟ لأن أكو هسه المقاييس الحديثة أنه ممكن تعمل باي دايركشنال،
زين، ممكن انه طاقه تطلع الى الشبكه، والمقياس راح يعد بالعكس، اللي يعد بالعكس راح تقلل من الفواتير. يعني هذه امور يعني موجوده في الدول الاوروبيه، دول الاوروبيه حاليا هي دراسه قلت لكم استاذ، حاليا قاعد يدرسوها وزاره الكهرباء، فعلا يعني الامور موجوده يعني وماشيين وزاره الكهرباء. شكرا استاذ عمر، واسف على الاطاله يعني اعذروني. اشكرك انا، اشكرك استاذ العفو. واحد من الاساتذه عذرا على المداخله. نعم موجوده هاي الفكره موجوده بالابد اللي جاي يستخدموها حاليا. شكرا جزيلا. الاردن همين ايضا مستخدميها؟ صح 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 نعم 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 شكرا حسن. جزيلا نعم. شكرا استاذ. احد من الاساتذه يمكن رافع ايديه، ميم ضاد. اكو بعد ممكن اكو بعد تجارب ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا احب يعني اقدم شكري وتقديري لجنابك الكريم على هالمحاضره الممتعه جدا والمفيده بنفس الوقت، واقدم لك نفسي مهندس نمارق من مديريه بيئه الانبار. نمارق وتحياتي. مهندس نمارق من مديريه بيئه الانبار. بيئه الانبار، اهلا وسهلا استاذ. نعم ربي يحفظك استاذي، تحياتي لحضرتك وللساده الحضور كافه، ان شاء الله يا ربي الكل يكون بصحه وسلامه. بصراحة يعني ما حد يعني، بس احنا اول شيء حبيت انوه انه من فضل رب العالمين انه جميع الوزارات هسه نلاحظها اكو تكاتف يعني بيناتها من ناحية الاطلاق المبادرات في ما يخص يعني الطاقة المتجددة والتخلص من او مقاومة التغيرات اللي تحصل بالمنطقة بصورة عامة. من ضمنها يعني المبادرة الوطنية اللي اطلقتها وزارتنا كوزارة بيئة، يعني منها ما تقليل الانبعاثات الطاقة والطاقة المستجدة. لكن صراحة حبيت أنوه على موضوع يعني قد يكون مهم، وهو أنه بما أنه إحنا نتحدث عن الشارع العراقي كمواطن هو المادة الأساسية اللي يريد نتعامل وياها بهذا الموضوع، هو أنه لا يخفى على حضراتكم أكو دائما معروفة هنالك أزمة ثقة بين المواطن وبين التاجر خلينا نسميه. فيعني أفضل أنه تكون هنالك جهة دائمة لبعض او محدده خلينا نقول عليها لبعض الشركات اللي مستورده لهذه المنظومات. يعني حضرتك وساده الحضور تعرفون هذه المنظومه الطاقه الشمسيه تحتاج الى ادامه، تحتاج الى فترات يعني عمر افتراضي لها، يعني اكو بها 5 سنوات اكو بها 10 سنوات. فاحنا يعني صراحه بما انه هنا مش يعني شرعنا هسه حاليا مستخدمين مبدا يعني التوعيه خلينا نقول عليها، مجال التوعيه والتثقيف للمواطن، وقاعد يعني مثل ما تفضلتوا عليها المبادرات واللي بدعم المادي وغيرها من الامور. فيعني افضل انه تكون هنالك يعني دراسه الموضوع، اختيار الشركات المستورده لهذه الالواح، يعني ما يكون بشكل عشوائي، وبالتالي هذا راح يخلينا عرضه الى انه تكون هذه الشركات في حال يعني استيرادها او توفير البضاعه الرديئه راح تخلينا امام تحدي، اللي هو تحدي فشل امام المواطن. بالاخير المواطن تعرف حضرتك يعني مو صاحب، مو يعني شرط انه يكون صاحب درايه او اختصاص بهذا الموضوع، هو دائما يبحث عن نتيجه. فالنتيجه اذا فشلت يعني صراحه احنا راح نرجع لنقطه الصفر. فيعني كمقترح اقدم لجنابكم يعني عن طريقكم يتقدم انه تكون دائما الشركات المستورده تعتمد على مصادر رصينه جدا وشركات يعني معتمده في هذا المجال. هذا من جانب، وإذا تسمح لي فد جانب آخر نتطرق إليه. تفضل. نعم أي صراحة إحنا تعرف الطاقة المتجددة هي ما تتوقف بس فقط على طاقة الشمسية، رغم ما إنه هي يعني ساعة الحدث عندنا هو الارتفاع درجات الحرارة والساعة البيولوجية للشمس، يعني العفو الساعة الشمسية المستمرة، لكن أكو أيضا طاقات أخرى من ضمنها طاقة الرياح. يعني أرجو إنه بالورش القادمة يصير تطرق إلها، خصوصا انه يعني حسب الدراسات واللي تنشر انه طاقة الرياح يعني كصيانة اقل، رغم ما انه تكلفة قد تكون تكلفة تنصيبها اعلى، لكن كطاقة يعني معطاء اكثر، واضافة الى شغلة الصيانة مالتها، لان تعرف حضرتك احنا البلاد يعني مقبل على عواصف رملية كثيرة، هاي العواصف الغبارية الرملية يعني راح يعني تقلل من كفاءة الطاقة الشمسية. فيا ريت اذا اكو مجال الايام القادمه ان شاء الله تكون محاضره حول الطاقه المستجده اللي هي طاقه الرياح، وهل امكانيه تنفيذها في العراق، يعني اكو امكانيه لهذا الشيء يعني كخطوط سير رياح وغيرها. ويعني اعتذر على الاطاله، شكرا جزيلا جنابكم الكريم. شكرا استاذ عمار، شكرا جزيلا. يعني انا اتطرق لك الغربيه عندنا ممكن تطبيقها،
يعني لان عندنا الرياح تساعد، فممكن نخلي يعني نستفاد من الرياح في توليد طاقه كهربائيه، يعني نخلي لنا الطواحين ممكن. نعم. اي ان شاء الله على المستقبل صار ده تدرون يعني ترد المنظومه التكنيكال مالتها لو نحكي عنها مثل ما حكينا على الاجزاء الطاقه الشمسيه قصدك. لا لا بالضبط، هو احنا قلت لك هسه خلينا نقول احنا ده نبدي المراحل الاولى اللي هي مراحل التعريف بالطاقه المستجده شنو هي، فنطرح كل الخيارات الموجوده من طاقه شمسيه، طاقه رياح، حاليا الطاقه الكهرومائيه ما نقدر نتطرق لها بسبب شحه المياه، حتى الطاقه البديله لل يعني العفو محط يعني خلينا نقول عليها النفايات، الطاقه اللي تنتج عن غاز الميثان وغيرها، فكل الطاقات يعني قد نتطرق لها، لكن احنا عندنا الطاقه الشمسيه طاقه الرياح نمبر 1 حاليا يعني في ساحه المداوله خلينا نقول عليها. فما اعرف يعني راي حضرتكم يعني حضراتكم اذا تعيدون هذا الشيء او لا. شكرا استاذ عمار. بس بالنسبه اتطرقت للموضوع الشركات تكون رصينه، انا حسب علمي نعم. مركز الطاقه المتجدده وزاره الكهرباء بالعكس مخلي مواصفات مهزمه الشركات من عندها، يعني احنا ذاك اليوم قلنا على يابا قلل من هاي المواصفات، خلي الشركات يعني يصير بيناتها منافسه حتى تقلل لنا السعر للمواطن، بالعكس مخلين مواصفات كلش قويه للشركه تجي تنفذ، فانت اطمئن من هاي الناحيه كلش اطمئن. تمام يعني عاشت ايدك، بس احنا دائما نكون يعني نفضل ان تكون المنافسه ليس على حساب الجوده. لا لا يعني خلي يكون شعار يعني المنافسه مفتوحه، السوق مفتوح للمنافسه، لكن ما نسمح انه يكون على حساب الجوده يعني تعرف حضرتك. صحيح استاذ، لا والله انا يعني عندي امانه من وزاره الكهرباء بالعكس مخلين مواصفات من الشركات من عندها. يعني احنا اجانا استاذ حتى تكون على بين اهميه، اجانا خبير اجنبي من كندا، اجانا انت مده شهر كان عنده هذا يعني سوينا له كونتراكت مده شهر، قاعد ويا استاذ سعد ابو الاستاذ سعد الواحد مدير مركز الطاقه المتجدده، شاف المواصفات قال انت بهيج حاله انتم اذا انتم طالبين هيك مواصفات راح تهزمون الشركات من عندكم، قال لا احنا نريد مواصفات رصينه لان ما اريد ياهل يجيني شركه يقول انا يعني انا اقدر انصب. فاهلي على حكايتك يعني ان شاء الله الجوده والعفو يعني حتى نعم عفوا حتى يعني تعقيبا على كلام الاستاذ محمود قبل شويه اتكلم يعني احنا في محافظه الانبار حسب زياراتنا يعني المشاريع يعني اذا نلاحظ صراحه اكو استجابه جدا خاصه من المشاريع الزراعيه يعني محطات الابحاث، محطات معالجه التصحر، يعني حتى المواطن اللي عنده مزارع بالمنطقه الغربيه يعني قاعد نلاحظ يتوجه توجه جدا كبير الى، واكو شركات يعني من الشمال العراقيه قاعد تجي تنصب هاي المنظومات، يعني تقريبا يعني اكو استجابه لهذا الشيء، لكن قلت لك يعني كان انه طرحي انه ما نريد نفقد ثقه المواطن بهاي الـ الـ لا لا الله يبارك فيك، فعلا طرح صحيح و100% لا يعني شكرا جزيلا على الملاحظه. ربي يحفظك، اشكرك واعتذر على الاطاله، تحياتي لك استاذ. عفوا اكو احد بعد عنده؟ عفوا استاذ عماد من رخصتكم. تفضل. عفوا استاذ عماد من رخصتكم، اقدر بس اتكلم ويا استاذ نمار؟ تفضل استاذ تفضل. العفو اذا ما صير زحمه يعني نقدر نلتقي ويا استاذ نمارق يعني يزورنا الاداره يعني ايش يعني يجيبنا شرف اذا زارنا، بس حتى يصير يعني مجال عمل مشترك بين البلديه او بين البيئه او بين دائره الكهرباء، يعني على الاقل تمام في المواطن او يعني والله استاذ احنا يعني ترى التواصل تواصل ويا لجنة الطاقة أيزو محافظة الأنبار، يعني أنا عضو بيها ودائما يعني نحضر الاجتماعات الموجودة، وش وقت ما تحب تحدد اجتماع أنا برسم الخدمة. الله يبارك فيك. العفو حضرتك دارة البيئة أستاذ نمارة؟ أي نعم نعم، أنا مسؤول إدارة الجودة بمديرية البيئة ونفس الوقت مسؤول وحدة النظم شعبة النظم، وياكم طاقة أيزو طاقة محافظة الأنبار، ودائما كنا يعني تواصل ويا حضراتكم بالاجتماعات، بس أنا حاضر أي وقت تحتاجنا بيه تحب اجتماع أنا برسم الخدمة أتشرف. الله يبارك فيك. أنا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك. أكو شيء بعد أساتذة تحبون تضيفونه؟ ماكو شيء، نحول على أستاذ مهند وأستاذ حيدر بعد إذا عندهم شيء. يعني أنا عاجز عن شكرك أستاذ عماد وأستاذ محمود أستاذ نماق أستاذ محمد، بالواقع يعني تجربة الأنبار
خاصة الآن اللي صار يعني يعني تبادل كمبادرة للتواصل فيما بيناتهم بدارة الكهرباء ودارة البيئة، هذا شيء يشجع، وهذا اللي احنا نتمنى انه يصير مع كل الدوائر. لا سيما تعرف استاذ عماد احنا يعني جلسنا مع الاخوه والاخوات فريق المبادره الوطنيه لدعم الطاقه، لذلك كان اتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم جميعا. نتمنى يعني هذا هو الوقت المحدد ان نعتذر من كل تقصير، كان يفترض ان تكون هي يعني ورشه ميدانيه، لكن ان شاء الله قادم الايام كفيله. شكرا جزيلا للاستاذ عماد، واترك الكلام لاخي وزميلي الاستاذ حيدر. شكرا استاذ مهند. شكرا شكرا جزيلا استاذ عماد وللاساتذه اللي حضروا ويانا على مدى هاي اكثر من ساعتين، وبصراحه كان اهتمامهم بالموضوع كلش عالي. شكرا انه كل المعلومات استلمتها من عندهم، واكيد انه هاي البرزنتيشن اللي تم عرضها من قبل استاذ عماد راح ندز على الجروب اللي انشئ استاذ مهند، انه حتى يكون انه لهم ذو فائد ايضا يكون في الدوكيومنت عندهم للمراجعه. شكرا مره ثانيه، ان شاء الله نلتقي في فرصه ثانيه يا رب العالمين. شكرا استاذ حيدر، ممنون. شكرا جميع المشاركين، شكرا استاذ مهند، شكرا استاذ حيدر. استاذ عماد بس عفوا اني ذكرى من المونيتورينج تيم. ذكرى يا مرحبا. هلا بشارك شلون صحتك؟ تحياتي لجميع المشاركين. انا بعد تيمي الاستاذ حيدر احتاج رقم موبايل مشارك ومشاركه، ورقم حضرتك استاذ عماد راح اسوي لقاءات هسه بالتليفون يعني ويا ترشحوا لي مشارك ومشاركه، ما ادري اذا اكو نساء او لا ما مبين عندي. عندنا واحدة في الذكرى، أنا بصراحة بس من أخلص أدزك يعني الأتندنس أرقام أدزك الأتندنس شيت تكون تختار اللي تبينه. عندنا فقط ما أنا عبالي هسه نحدد حتى يعني ليصير إحراج أتصل بهم، هو لأن وقت متأخر، فحتى نقدر هسه نقول منو راح أتصل بيه. إحنا عندنا من البصرة يعني فقط مشاركة واحدة، يعني في مرة عندنا واحدة باليوم يعني فدوة. نعم واي محاضره تحبين تختاريها انت يعني الاساتذه منو من المشاركين اذا ما عنده شيء حتى اتواصل وياه بعد الجلسه هم دا يسمعوك يعني فراحتنا. ماشي، ورقم استاذ عماد هم ما عندي، يا ريت هم تبعث لي. شكرا جزيلا. ان شاء الله يا مرحبا سيد ذكرى، اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا سيد ذكرى، شكرا جزيلا لكم اخوانا اخواتي الاعزاء، تحياتي لكم. شكرا استاذ مهند، ممنون. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عماد، ما قصر. شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامه.